اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية المجللة ودفاع الأسقام والعون على الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن. اللهم سلمنا لشهر رمضان وتسلموا منا وسلمنا فيه حتى ينقضي عنا شهر رمضان وقد عفوت عنا وغفرت لنا وراحمتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على من عاداهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. بالنسبة إلى آراء الفقهاء في هذه المسألة، طبعا عندنا احنا آراء الفقهاء تنقسم عدة آراء، عمدتها تقريبا نقدر نقول أربعة، وهذه المسألة طبعا ترجع إلى استنباطات العلماء في هذه المسألة في علم الأصول وللمتون الموجودة عندنا، وخصوصا احنا نشترك في بعض النقاط مع بعض علماء، نشتركون مع كأمة إسلامية، نشترك مع حتى أخواننا السنة ومع الزيدية في بعض النقاط مشتركات، ونفترق في بعض المسائل هذه، ولولا الاختلاف هذا يعني في أخطر اختلاف الفقهاء بالمسألة هذه لتعسرت أمور الناس عليهم، ولربما يكون أحد مجالات وتفاسير قول النبي صلى الله عليه وآله اختلاف أمتي رحمة، لربما يكون في هذه المسألة أن يتيسر على بعض الناس اتخاذ المبدأ الأسهل اللي هم يحتاجونه ويمشون في مسائلهم. طبعا نتكلم عن أهمية الاستهلال. الاستهلال ليش هو مهم؟ احنا عندنا رواية رسول الله صلى الله عليه وآله الذي يقول فيها افطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا العدة 30 يوما. يعني هذا المشجع الأول بالنسبة لنا في قضية الاستهلال، احنا لازم نروح نستهل لتطبيق رواية رسول الله صلى الله عليه وآله. قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقال صلى الله عليه وآله وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. إذن نحن مأمورون أن نتحرى رؤية الهلال لكي يصح منا الصوم، وكان المسلمون في السابق يستهلون في اليوم 29 من الشهر القمري الذي ثبت أوله بوجه صحيح، لأن الشهر القمري إما أن يكون 29 يوما أو 30 يوما، فإذا كان 30 يوما لا داعي للرصد لأنه اكتمل الشهر، وعليه فالرصد يكون في اليوم 29. وكان المسلمون وكان بعض العلماء يوجب رصد الهلال على الكفاية، يقول واجب كفائي لأن الصوم مرتبط به، يعني يستهل شخص يسقط عن الجميع. ولكن الاتجاه العام أنه الاستهلال مستحب بشكل عام، لذلك ترى المؤمنون في شهر شعبان وشهر يعني أول شهر شعبان أول شهر رمضان وأول شهر شوال في الليلة الأولى يستهلون طلبا للثواب. يا أيها الرب العظيم هفى لك العبد الصغير، مسعى البخيل إلى الكريم، أسعى إليك أنا الفقير، قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي التائهين. يا مونس المستوحشين، يا نور درب سالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي
متائه. في عهد الإمام علي مثلا عليه السلام جاءوا ناس مثلا قالوا حق الأمير عليه السلام يا مولانا إن إحنا 28 يوم صاروا إحنا شفنا الهلال آخر الشهر آخر شهر رمضان فعلا إحنا اليوم عيد وش اسمه قضى عن هذا اليوم يوم الكلام وما فيه إن في الأئمة عليهم السلام اللي هم بعد الإمام علي كانوا لم يكن الحكم بأيديهم على أساس نقول والله هذا ولا هم في عهدهم عهد مثل ما تقول العلم التكنولوجيا الارتباط المتكامل مثل هذا الزمان. الأئمة كانوا يقولون يسألون الإمام عليه السلام متى مثلا العيد أو متى نفطر مثلا يجاوب الإمام عليه السلام يقول شو اسمه مع الناس مثلا الإمام المعصوم كان يقول حق الناس حتى من الدول المجاورة مثلا إذا أكو بعض الدول المجاورة فطرت وإحنا للحين صايمين فالإمام كان يقول لهم أن أنتم فطركم كان خطأ مثلا أو كان صيامكم خطأ. يعني أكو حتى هالروايات اللي تتكلم عن قضية أن الإمام يوجه حتى المؤمنين أن يسمعون كلام المؤمنين من الدول الثانية في قضية ثبوت الهلال وفي قضية الفطر. وكان الإمام يعني هو بمثل إحنا شون عندنا في هالزمن مثلا لجنة خاصة فينا ما نعتمد على أحد، إحنا إذا نشوف نفطر وإذا نشوف نصوم. الإمام كان وضعه مثل ما إحنا يعني نشوف كثير من الناس يروحون طلبا للثواب، يعني يستهل لأجل الثواب، أن أنا بروح حتى لو ما حصلت الهلال أنا بروح طلبا لرجاء لشنو طلبا لثواب الله عز وجل، فهذا حصل لأجر. والناس وأنا أدعو حتى الإخوان أنه اللي يقدر يروح يستهل يروح يستهل، على الأقل أنا رايح هناك هم رايح متمشي وشايف الجو وهم أطمئن أني أنا رحت هناك وسمعت بإذني أن شافوا الهلال أو ما شافوا الهلال. الناس أقبالهم ضعيف على رؤية الهلال، عادة استهلالهم في الشهر ضعيف. أنا في بعض الأشهر ترى أطلع بروحي في نفس المكان، يعني كان في شهر رجب أو في أول شهر شعبان أو في شهر ربيع أو في شهر محرم، يعني وتقول مثلا حق كذا شخص تعال إحنا بنروح حق الاستهلال ما يون، يعني تشوف العدد قليل اللي يستجيب معك. الحين في شهر رمضان يمكن الناس علشان يبون يتأكدون من دخول الشهر أو إن في قضية العيد علشان يبي يعيدون، تشوف نوعا ما أكو يعني حركة وياك. لكن باقي الأشهر مع الأسف الاستهلال وايد ضعيف، مع أن في شهر رمضان هم ضعيف لكن في الأشهر الثانية أصلا نقدر أنا أقدر أقول عنه صفر، يعني ما حد يستهل ويانا كمجموعة ما حد يستهل. بالتأكيد لكي نرصد الهلال سابقا قلنا أنه نرصد الهلال في اليوم 29 من الشهر القمري الذي ثبت أوله بشكل صحيح، لكن الآن في هذا شهر رمضان المبارك ثبت أوله بأربعة أيام، يوم الاثنين عند جماعة الإسماعيليين ويوم الثلاثاء عند جماعة من المؤمنين ويوم الأربعاء ثبت أول الشهر عند أغلب المسلمين ويوم الخميس ثبت الهلال في باكستان. زين، فهذه أربعة أيام لأول الشهر القمري، يستتبع هذا أنه يوم 29 راح يكون أيضا على مدى أربعة أيام، فمتى نستهل؟ في هذه الحالة نحن واثقون من صحة حساباتنا ومن عملنا وأن اليوم 29 سيكون يوم الأربعاء 7/8/29 رمضان، لكن نرصد الهلال بمراجعة النشرات العلمية، فإذا تحققت شروط رصد الهلال ورؤيته نخرج لرؤية الهلال. أنا من عصى ثم اشتكى من إثمه حتى بكى وأتى لبابك سائلا خجلا ويرجو عفوك. حزني إليك يبوح عن كربه ذا قلبي المجروح في ذنبه والمدمع المسفوح من لبه. يا أيها السبوح فارفق به فارفق به.
أنا من عصر. إحنا أخوات أهل البيت عليهم السلام وحتى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما في إلزام في أن يكون الإنسان يستهل، ما في إلزام ولا وجوب، وإنما حتى اللي موجود عندنا إنه إن الإنسان يروح يستهل له ثواب، وفي دعوة من النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام يدعون الناس وترغيبهم في الاستهلال وترغيبهم في الثواب، ولأجل أن هذا الإنسان إذا راح هناك واستهل وعلى ضوء هذا الناس افطروا أو أنهم مثلا صاموا هذا يحصل لأجر إن كانت الشهادة مالته صحيحة. أول شيء الشخص هذا اللي يشهد يعني في قضية الهلال المفروض أن بينه وبين الله سبحانه وتعالى يكون صادق في الشهادة، هذا شيء ضروري. يعني إذا هو حق نفسه يقول أن أنا الهلال اللي شفته واقعا شفت هلال حقيقي، ولا أنا بقول ويا الناس أن أنا شفت، لازم يكون صادق مع نفسه لأنه هو مسؤول قدام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. إذا مثلا رفض الشهادة مالته العالم مو لازم يزعل، أنه يقول مثلا هذا العالم رفض شهادتي أنا رحت لو رفض، مو لازم يزعل لأنه هو العالم بنى رأيه على بعض الأمور في الشهادة، مثل ما قلنا مساع في القضايا الفقهية أن أو ترتبط الفقهية في الفلك، أن مثلا متى كان غروب الشمس أو متى الهلال، متى ممكن ينشاف ومتى ممكن ما ينشاف. فهو بالنسبة للشخص هذا يعني احتمال أنه يكون فعلا ما شاف الهلال، فلازم ما يزعل من رأي العالم إذا رده هذا العالم، مفروض أنه ما يزعل ويشجع يشجع غيره، يعني ما يقول مثلا أنا ما رحت هالسنة ولا راح أروح مرة ثانية لأن كل ما أروح يرفضون شهادتي. إحنا صار معنا مثل هالأمر، كنا نروح عند بعض العلماء كان يرفض مثلا، أو يقول خلنا ننتظر إن شاء الله الليل طويل وننطر، فمو معناته أن أنا أقعد أتكلم أو أطعن في هذا العالم، هذا لرأي مستند عليه وأنا لازم أحترم رأيه، يعني مثل ما أنا بيحترم شهادتي لازم أنا أحترم رأيه. والعلماء صراحة يعني مفروض أن إحنا نكون يعني معاهم واقفين وياهم، إحنا ما نوقف ضدهم. علماءنا ترى ناس يقولون خط أحمر وناس يقولون فوق الخط الأحمر وتحت الخط الأحمر، العلماء هم صلتنا بالإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، المفروض أن يكون لهم هالاحترام، يعني احترامهم من احترام الإمام صاحب العصر عليه السلام. شروط الرصد والرؤية ما هي؟ يوجد شرطان أساسيان للرصد، يجب أن يولد الهلال قبل غروب الشمس، وهذا الهلال سيكون مولودا يوم الأربعاء الساعة خلال شهر شوال القادم، لنتكلم بمثال حتى يكون الوضع سهل. شهر شوال القادم سيكون مولد الهلال الساعة 1:09 فجرا بداية اليوم يوم الأربعاء، وعند غروب الشمس سيكون عمر الهلال حوالي 17:45. إذن الهلال موجود قبل غروب الشمس. يوجد شرط ثاني أساسي لرصد الهلال، لابد أن يبقى الهلال بعد غروب الشمس، إذ لا معنى لأن أرصد الهلال وقد غاب قبل غروب الشمس، لأنه إذا تذكرون هلال أول شهر رمضان يوم الاثنين كان يغرب قبل غروب الشمس، وعليه في الثلاثاء لم يكن أول الشهر، لأنه الهلال يغرب يوم الاثنين قبل غروب الشمس، فلا معنى للرصد، لذلك كان أول شهر رمضان الأربعاء. الآن بالنسبة لهلال شهر شوال، الهلال يولد قبل غروب الشمس، وبالكويت يمكث حوالي 4-5 دقائق أو 5 دقائق بعد غروب الشمس. يعني الشرطين الأساسيين للرصد متوفرين، أن يولد قبل غروب الشمس وأن يبقى زمانا ما بعد غروب الشمس. طبعا هذا الهلال راح يبقى بمكة المكرمة 12 دقيقة، راح يبقى بالنجف 3 دقائق. بالتجربة العملية الهلال حتى يرى يجب أن يبقى بالأفق على أقل تقدير 35 دقيقة. لكن الكلام أنه الاختلاف علمائنا في النقطة هذه استنباطية ومسألة فقهية وأصولية، هم فيما بيناتهم ما عندهم اختلاف شخصي، وإنما هو الموضوع موضوع استنباطي، هذا ينظر من جهة وهذا ينظر من جهة أخرى. بعضهم يقول لنا مثلا أنا أكتفي فقط بالنص الصريح ولا تعدى، وهو شنو؟ سم لرؤيته وافطر لرؤيته. زين هني سبان علمائنا الكلام، هل فقط بالعين مجرده او لا بالتلسكوب او احنا نسميها العين المسلحه التي تتسلح مثلا المنظار او مثلا احنا نسميه الدربين او بالتلسكوب مثلا؟ هذا يصير بين العلماء هنا اختلاف، بعضهم يقول نعم حتى ولو بالاستعانة بشيء آخر نستطيع أن نرى يصدق علينا أنا رأيته.
الشخص العالم الثاني يقول لك العرف في ذاك الزمان وزمن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ما كان هو شنو الأجهزة، فهذه مردود يردونه. قول آخر بين علمائنا من يقول بأنه إذا ثبت عندنا في هذا البلد يثبت مع البلد الذي نتوافق معه في الغروب، أن يكون يا غروبنا مع غروبهم مثلا الساعة 5 أنا عندي تغرب الشمس، عند ذاك البلد 5 تغرب الشمس، فإذا ثبت الهلال عندي أنا يثبت ذاك البلد، أو بالعكس، أو أن يكون لا متقاربين مثل شنو أنا عندي تغرب الشمس عندي 5 ذاك البلد يغرب عنده مثلا 5 إلا 5 أو 5 و5، هذا يسمونه متقاربين يعني الأفق المتقارب. هذه آراء العلماء لما يستنبطون مثلا حكم في قضية رؤية الهلال أو حتى أي مسألة شرعية ثانية مثلا، هذا يعتمد على الدرجة العلمية مالت العالم، أن العالم مثلا بحث وصل في درجة علمية استنبط حكم أن في هالمكان مثلا يحتاج، على سبيل المثال نقول أنه يتفق مع أفق دولة ثانية، أو واحد يقول لا أنا ما أتفق مع أفق دولة ثانية، الثالث يقول أنا أشوف الهلال فقط في المنظار كافي، الرابع يقول لا يجب أن يرى الهلال بالعين المجردة، الخامس يمكن يقول أنا لو أشوفه فقط في يعني في المنظار البعيد بالتلسكوب ويقولوا لي الفلكيين ممكن أعتمد عليه. يعني هذا رأي علمي ومناقش، لكن نقاش الرأي العلمي اللي هو إحنا قاعدين نطيح فيه واقعا في مشكلة قاعد يسوينا في المجتمع، إنه قاعد يناقش بين العوام وبين الجهال في هذه العلوم، مو قاعد يناقش بين العلماء. يعني أي رأي علمي يطرح هذا الرأي لازم يطرح في الحوزة العلمية ويناقش في الحوزة العلمية، ما يناقش بين الناس، لأن الناس أصلا يمكن حتى تشوف بعضهم اللي قاعد يتكلم ويتحكي عن رأي العالم أصلا هو يمكن حتى ما يعرف شنو معنات الاحتياط الوجوبي والاحتياط المستحب، أصلا يمكن ما يعرف فعلا يعني، ويتكلم عن عالم ويتكلم عن واحد فطحل من العلماء أن هذا العالم كل يوم كل سنة يأخرنا، كل يوم عنده رأي، ما عنده كل يوم رأي، هو عنده رأي واحد بس إحنا مو قاعدين نستمع لعدل أو مو قاعدين نقرأ الفتوى مالته صح، خلنا نفتح الرسالة ونشوف شي يقول نكون مقتنعين في كلامه. يعني علماء الكويت متعاونون معنا، والشعب الكويتي المؤمنين متعاون معنا، والدكتور صالح العجيري متعاون تماما، خصوصا وأن المرجعية أيضا تنظر للجنة باحترام تام وتنتظر خبر من هذه اللجنة في حال ثبوت الرؤية أو في حال عدم ثبوت الرؤية. ونحن حقيقة نود أن ننوه أنه عندما تأسست هذه اللجنة تمت مراسلة للمراجع لأخذ رأيهم بالمسألة، فقالوا نقترح أن تكون اللجنة موسعة وذات نطاق واسع، وعلى ضوء هذه الإفادة من مراجعنا العظام توجهنا للدكتور عجيري والتمسنا منه أن يكون معنا، فكان أحد الرئيس اللجنة العلمية في اللجنة وقبل مشكورا جزاه الله ألف خير، ولكن ظروفه الصحية لا تسمح له بالتحرك معنا من مكان لآخر، فنحن نتوجه إليه اللجنة بكاملها في فترات كثيرة خلال سنة لعله 5 أو 6 مرات، ومنها في الأعياد ومنها بعيد ميلاده المبارك الله يحفظه ويطول عمره، ومنها في أول شهر رمضان أو زيارة رمضانية إلى آخره. أحكام الهلال طبعا هل هو يعني بالواقع بالنسبة لنا احنا كمسلمين هل هو واجب الاستهلال أم لا يجب أنه مستحب؟ لا بالواقع هو مستحب، أساسا مستحب. ليش؟ لأن خصوصا إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر إذا قلنا بوجوبه، لكن أساس الاستهلال نفسه مستحب. يكفي أن الإنسان إذا مثلا راح استهل في الهلال وشافه أو لم يرى، سواء رآه أو لم يره، فهو هذا بالنسبة له شو اسمه إن شاء الله مجزي في أنه يقتنع بأنه رأى الهلال أو لم يره، لكنه بالواقع قطع الشك الموجود في نفسه، وهذا الأمر نفسه نفس الاستهلال نكرر مرة ثانية أقول أنه هو مستحب في ذاته. يستحب للناس جميعا أن يستهلون، يعني كل واحد بحسب استطاعته أنه يقدر يروح، واحد يقول أنا ما أقدر أتصحر مثلا أروح مكان بعيد فأروح مكان قريب على الأقل. يعني أنا أذكر إحنا كنا صغار، أنا كنت بعمر تقريبا عمار ولدي أو أصغر، كان الله يرحمه والدي يبنى عند الباب، باب بيتنا عند الحوش، كان قبل لا يسوون طبعا هذه العمارات الكبيرة اللي كانت
شايف مثل شكل الحين يعني الملعب هذا شلون صاير، كان يقول لنا ترى الهلال في هالمكان راح يطلع في الساعة الفلانية في هالشكل، كان يورينا. يعني ما كان علينا واجب، لكن كان يعلمنا أن هذا الأمر حتى لو مو واجب عليك مستحب أن الإنسان يروح حق الاستهلال. وبعض الأحيان يصير عليك واجب إذا صرت مكان معزول عايش لحالك وما عندك مثلا الوسائل الحديثة اللي تنبئك بدخول الشهر، فواجب عليك أنك تستهل عشان تعرف أي شهر أنت داش وأي شهر تطلع. في الكويت يجب أن نتجنب المناطق الرطبة التي فيها أبخرة، وعلى ذلك فساحل البحر غير مناسب لرصد الهلال. نتجنب المناطق التي فيها دخان المصانع، وعليه في منطقة ميناء الشويخ والمنطقة القريبة المقابل مجلس الأمة باعتبار أنه في دخان مصانع بتلك المنطقة غير صالحة للرؤية. نتجنب المناطق التي فيها إضاءة، إضاءة الطرق أو إضاءة المدن أو إضاءة المصانع أو الإضاءة التحذيرية بالنسبة للسفن أو الإضاءة السفن نفسها، كلها عوامل سلبية في رصد الهلال، وهذه كلها للأسف متجمعة في مكان يتجمع فيه أغلب الناس ليلة الفطر أو ليلة الأول من شهر رمضان، وهو المكان في الكويت المقابل لمجلس الأمة. لذلك رأت في الكويت اللجنة المشتركة للاستهلال الكويتية المشتركة للاستهلال الخروج إلى الصحراء، منطقة بعيدة عن إضاءة المدن، ولما كان ذلك عسيرا صارت اللجنة تتوجه إما إلى الوفرة أو إلى منطقة شبد. يا كاشف الكرب الجسام، يا باعثا من في القبور، أنت المهيمن والسلام، يا أيها الرب الشكور، ما لي معين في الحمام، رب سواك وفي النشور. قد أثقلت ظهري الذنوب، فطفقت أغرع للدعاء، أبكي أصيح متى أتو، وبأعيني صلى البكاء. قد أثقلت ظهري فطفقت أغرع للدعاء، أبكي أصيح متى أتوب وبأعيني. اللي يروح يستهل لما يطالع في 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 الأفق يتأكد أنه هو شاف الهلال، مو يقول لي والله شيخنا أنا شفته شلون، أنا لتشحته، هاي اللتشحة من أول يعني لتشحته يعني كنا رمقت على قولت احنا الكويتيين نقول يعني رمقت كنا شافه كنا ما شافه، يقول بس لمحه شفته وخلاص، هذا مو هلال، هذا انت ما شفت لك، هذا انت شفت لك شيء مثلا لربما مر على بسبب حركه الرمش مال عينك او مثلا الحركه اللي مره بعض الناس يحركون فيها الشكل لربما شو. فهذه نقطه من النقاط المهمه. بعد عندنا شغله ثانيه، تعالي انت الحين شفت الهلال، شفته شدة الإضاءة ما تشكثر، ارتفاع شلون صاير، شكله شلون صاير، بعضهم يقول مثل الدال، مرات يكون مثل الراء، مرات يكون مثل اللام مثل النون أو مثل الباء، حرف الباء مثل احنا نسميها. هذه النقاط مهمة جدا حتى الوقت اللي يجي يخبرنا يقول أنا شفت الهلال، شفت بهذه السمات عريض ضعيف كلش، وبأي منطقة شفته، بأي ساعة. هذه احنا النقاط مهمة جدا بالنسبة لنا لما يجي واحد يدعي ان انا شفت الهلال. هذا طبعا وقت الاستهلال هو عادة بعد غروب الشمس نزول القرص، يبدي الهلال شوي شوي يعني قاعد يتجه الى نزول القرص. طبعا في هالمكان اكو شعاع حق الشمس، كل ما يخف الشعاع مال الشمس ومدة الهلال تكون اطول الرؤية تكون اوضح، امكانية الرؤية تكون اكثر. مثلا أنا الحين بروح عندي فترة بعد نزول القرص 45 دقيقة مثلا، أو عندي 50 دقيقة مثلا، فعندي إمكانية أن أنا أشوف الهلال أكثر من ما يكون عندي فرصة مثلا 5 دقائق أو 3 دقائق. يعني هني أكو صعوبة لأن شعاع الشمس مع نزول القرص إلى الآن يأثر على شوفتك حق الهلال، يعني فعلا ما تقدر تشوف، حتى لو أنت حافظ مكان الهلال ما تقدر تشوفه، صعب.
يمكن حتى لو بالمنظار تخلي المنظار يمكن ما تشوف كذلك إذا كان المدة قليلة، أو أن بعض التلسكوبات يمكن يعني وايد متحضرة وايد قوية الرؤية مالتها وايد واضحة، احتمال أنه ينشاف. بس أن قضية تشوف الهلال بالعين المجردة بعد نزول القرص بثلاث دقائق أو أربع دقائق صعب، وايد صعب، يعني يحتاج وقت ويحتاج مكان كذلك. عقد في الكويت ندوة اسمها ندوة المواقيت والأهلة والتقنيات الفلكية سنة 1990 من 28 شباط فبراير إلى 1 مارس سنة 90. وحقيقة هذه أصدرت توصيات قيمة جدا. التوصية الأولى والثانية معروفة، أنه الهلال لابد أن يكون مولودا قبل غروب الشمس، والثانية أن يكون له مكتب بعد غروب الشمس حتى نرصده. هاي متفق عليها من مؤتمر فلكي سابق أيضا عقد في الكويت وأيضا عقد في اسطنبول. لكن الجديد في توصيات الكويت أنه إذا قال جمع من الفلكيين الثقات أن الهلال غير قابل للرؤية بسبب عدم ولادته أو بسبب عدم مكثه بعد الغروب فلا تقبل الشهادة بالرؤية، تجتمع لجنة التحكيم ما تقبل الرؤية، لجنة الرؤية تجتمع ولا تقبل الشهادة. إذا قال الفلكيون أن الهلال قابل للرؤية وله مكث بعد الغروب وقابل للرؤية ولم يشهد الشهود برؤية الهلال فتكمل عدة الشهر إلى 30 يوم. يعني هاي الندوة قررت أنه لابد من اتفاق الفلكي مع الفقيه. الفلكي يقول الهلال قابل للرؤية يتقدم الشهود، إذا تقدم تقبل الشهادة، إذا لم يتقدم يكمل الشهر. بند الثاني وهو الأخطر، إذا قال الفلكي جمع موحد جمع الفلكيين الثقات الحاسبين الثقات أن الهلال غير قابل للرؤية وتقدم الشهود بالرؤية فلا تقبل الشهادة بالرؤية. هذا ندوة المواقيت والأهلة اللي عقدت سنة 1990 في الكويت. طبعا بالنسبة حق المكان اللي احنا اخترناه، هذا المكان في منطقة المطلع مقابل مركز المطلع، وهذا المكان يعني بالنسبة لنا مكشوف وفي تلة ومكان فيه صفاء والنظرة مالته زينة، وتقريبا صار لنا احنا 12 سنة هذا يعني هالشهر رمضان ان شاء الله يكون 13 سنة احنا قاعدين نستهل في هالمكان. انا ودي تراوي المنطقة هذه اللي هي فيها شوف مثل من باب المثال المنطقة اللي هني، شوف هني الحين عندنا برج قدامنا مكان ما السماء ملتقية مع الارض هاي نسمي الافق. هذه السماء الافق. هالمكان هذا مثل اللي نفترض يعني مثل نعين لنا جسم معين ولا شيء راح نعينه هو مكان وبعدين نقول ايش كثر بعد عن الافق، نحط هذا اصابعنا الامثال درجات وهذه نحسبها من على الافق ارتفاع الافق مثل افق مثل هذا. اذا لا افقنا مو هالشكل وانما يصير افقنا مثلا في مكان ثاني جبلي راح نسوي الارتفاع عن الجبل نقدره تقدير ان هذا الجبل مثلا ارتفاعه البعد اللي بيني وبينه مثلا ارتفاعه مثلا 10 درجات 12 درجه درجتين على حسب البعد اللي بيني وبينه واقدر تخمينا ان هو ارتفاع عن الافق الحقيقي ايش كثر. ذيك الساعه تقدر شو تسوي تقدر موقع الهلال وموقع الشمس مع بعض وتقدر تطلعهم، بس شرط انه كنت تخمينك تقريبي يعني قابل مثلا انه يقدر، مو مثلا يكون تقدير مثل عندي انا 5 درجات هو بالواقع لا مثلا 10 درجات ما يصير كذي. اني ببابك ارتمي عبدا ذليلا اخضع حبل الرجاء لك في دمي هيهات لا يتقطع. الحزن في أحداقي يجري دما دمعي على أوراقي شعر النما ولمهجة العشاق أمسى فما ألمي إليك براقي أبكى السماء أبكى السماء.
من الأخطاء الشائعة عند رصد الهلال أولا أن يكون الراصد غير خبير، لا يعرف شيئا، يذهب إلى البحر أو إلى البر لرصد الهلال، ويجب عليه أن يعرف مكان الهلال بالنسبة للشمس. فإذا اختفت الشمس قبل الوقت المحسوب بسبب الرطوبة أو سبب الأبخرة أو سبب الغبار، فلا يستطيع أن يحدد مكان غروب الشمس، فكيف يحدد مكان الشمس بالنسبة مكان الهلال بالنسبة للشمس؟ لا يستطيع، فإذا ينظر عبث. هذه نقطة مهمة من العوائق. ثانية، بعض الأشخاص غير الخبراء يستخدم أجهزة فينظر إلى الزهرة فيرى الزهرة، الزهرة تمر بمراحل مثل القمر، فيها هلال وربع أول إلى آخره. فإذا كان الراصد غير خبير ورصد غابة الشمس هنا ووجه نظره على غير علم، لأن لا يعلم أن الهلال ما عنده معرفة، فيرصد الهلال في فينظر يرى الزهرة فتتشكل أمامه بشكل هلال فيقول رأيت الهلال بالتلسكوب، أما بعين مجردة هذا الخطأ لا يحدث. بالكويت احنا قبل كانت المنطقة هذه منطقة الإقبال مجلس الأمة، المنطقة هذه منطقة الجبلة، المنطقة هذه في السابق كانت منطقة خالية من السفن المتحركة اللي مثل الحين، لما كانت عندنا مثل هذا كان يعني النقعة اللي كانت فيها تجمع فيها مثلا اللنجات والمراكب هاي الكانتي، كان بحيث انه كان حركتها بسيطة. هالأيام هذه بعدين لو بتطالع حتى في السابق ما كانت في إضاءة، إضاءات الشوارع وحركة السيارات وحركة الناس، ذاك خصوصا إذا صار القيض الناس أصلا قريب المغرب أصلا تلقى كل واحد كان يروح حق بيته، يعني ما له شغل بالبحر مرة واحدة، ذاك من ذاك اللي تلقى باجع البحر ولا مستهلين، فماكو حركة شاغلة مثل هالأيام. للأسف الآن هذا المكان لو بتطالعه هو عبارة عن حرف تقريبا يصير حرف الدال المقلوبة اللي هو المعكوسة، هذه المنطقة الآن يعني مملوءة بعدة أشياء. أول شيء المراكب الآن المتحركة اللي عندنا البواخر قاعد تدخل بميناء شويخ والكرينات اللي قاعد تتحرك احنا نسميها شواغل النظر، هذه مش من جهة، لما تطالع في السايت نفسه أو في المنظر العام في المنطقة هذه وقاعد تركز على نقطة ثانية، لو واحد يتحرك يشكل يقول قاعد يشغلني، فما بالك مو كرين واحد عدة كرينات، ولا ربما قاعد تدخل باخرة وقاعد تطلع باخرة وقاعد طرق قاعد يتحرك وشيء، وغير الناس قاعد يسبحون على الشاطئ، بالإضافة إلى وجود انعكاسات ضوئية كثيرة أكو ثابتة أكو متحركة، متحركة مثل السيارات، ولا ربما كانت حتى مرات تصير طيارة، أنا أتذكر في مرة من مرات طيارة قاعد تمر من هناك يعني قبالنا وشب طيار في اللحظات اللي تصير يقرب على المطار يشب الإضاءة مالته لأجل إنه شو اسمه إنه يشب إنه ترى إن أنا قاعد بنزل طيارة وتبي تنزل، مو مجرد إنه مو شرط إنه يكون يعني ليل أو نهار، لا هذه علامة عند في عند الملاحين انه هو طيارة بتنزل او بتقلع مثلا تشبون لاتاتهم. بهاللحظة هذه الطيارة وهي مرة الشكل عطت يعني موقعها صار بشكل ان اللي يلمح النظرة بالنظرة الاولى يتصور ان هني اكو شنو هلال، ولحظة بس هي، فبعض الناس كانوا يشهدون انا شفت الهلال. طبعا احنا المفروض منا ان احنا نمشي وراء العالم، يعني دائما ان رأي العالم هو اللي يسبق رأي الأهل ورأي العائلة ورأي الفلان والربع كلهم، يعني حتى لو كان مثلا في الدولة احنا يعلنون ان ترى باكر عيد مثلا لكن فعلا مو ثابت، فأنا أرجع حق العالم لأن العالم هو قاعد ينجيني في هالمسألة. أنا إذا فطرت أعتبر فاطر متعمد، وفاطر المتعمد عليه كفارة، عليه صيام شهرين، عليه أمور ثانية تدخل مع التبعية في هالقضية، إشكالات تصير عنده يعني. فالعالم هو بالنسبة لي الملجأ، يعني أنا فعلا لازم ألجأ له. أنا إذا شفت كل أهلي فطروا وأنا مقتنع أن هذا العالم رأيه صح ومنتظر هذا العالم، أنا لازم أبقى على كلام هذا العالم، خلي الناس يقولون شي بيقولون. يعني إحنا تصير عندنا بعض الأحيان أن ليش السيد الفلان فطر وسيد فلان ما فطر، فنروح نقطع مسافة شرعية. حتى في قطع المسافة الشرعية ترى أكو ناس عندهم إشكالات، يعني يمكن ما يعرف وين لازم يروح وشنو لازم يسوي،
تلقاه ياخذ مثلا معاه سندويشة ويطلع وياكلها بالطريق قبل لا يوصل المسافة الشرعية، يفطر حتى عنده يعني فطر تعمد. فالواحد لازم يعني يرجع فعلا حق العالم عشان ما يطيح في هالمشكلة. أنا قلت بداية كلامي بأنه وادعو الناس كذلك أنه طلبا لمرضات الله عز وجل الثواب في أنه يروحون يستهلون ويرطون الشك باليقين. طبعا هناك عندنا مشاكل في رؤية الهلال، أن بعض الناس معقولة ستة على مستوى الكويت كله بس ستة، وهذول السبعة اللي هم في الغبار في الضباب في الجو الصحو وقبل ولادة الهلال ذول الجمعة يشمون الهلال. أنا أقول حدث العقل بما لا يعقل فإن صدق فلا عقل له، لكن احنا نقول بأنه لو حتى الشخص هذا قام يأشر لكم على مكان الهلال كذا كذا الشكل، لابد أن يكون حتى في مناطق أخرى ثانية يقدرون يشوفون الهلال، مو بس هذول اللي قدامنا خصوصا ذول اللي نشوفهم احنا على البحر، ذول يعني عدد معين ونعرفهم بأشكالهم بصفاتهم. المراجع ما يتأخرون في رؤية الاستهلال، يعني اللي يصير أن مكاتب المراجع لازم تتأكد من قضية الهلال. بعض الأحيان ممكن أن الناس يشهدون، يعني في البداية تكون الشهادة ضعيفة أو تكون الشهادة مو حقيقية، فيتأكد المرجع، لأن حكم يعني حكم الهلال مثلا سواء كان عيد أو شهر رمضان برقبة هذا المرجع، فلازم يكون يتأكد. وهذا المرجع عنده ناس ثقات، الثقات اللي موجودين عنده مثلا في بعض اللجان أو بعض الدول كذلك، إذا كان يتفق معهم في قضية الأفق ينتظر منهم الرد، فياخذ وقت، والليل عادة يكون طويل، بس الناس يكون عندهم عجلة، يعني هذه العجلة من الناس المفروض أنه ما يصير عجلة، والجواب يجي إن شاء الله سواء كان مبكر أو شوي متأخر الجواب راح يكون حاضر. إلهي تقربت في سجدتي إليك بحمدي وترتيلتي، إلهي وعفرت ذلا جبيني إليك، ولونت حبك في دمعتي، أحن إليك حنين اشتياق، أحن إليك حنين اشتياق، فأنت أنيسي في وحدتي. أملي من أبنائي الفتيان والفتيات حقيقة جميعا أن يدرسوا علم الفلك، فهو علم شيق وجميل، وفي الكويت متيسر الأسباب بوجود النادي العلمي لتطوير ثقافاتهم العلمية الفلكية، واللجنة مستعدة لتقديم أي خدمة لشبابنا الناهض بهذا المجال، ونحن نأمل أن يحضروا على الأقل في الاستهلال كل شهر مرة معنا، لأن تكون محاضرة عادة قيمة قبل الاستهلال، وهذه على مر الزمن ستتراكم معلومات تنفع الشباب مستقبلا، حتى لو لم يدرسوا في النادي العلمي أو لم يتخصصوا سيكون لديهم معلومات فلكية متراكمة. أنا ودي يعني أن الناس يصير عندهم تشجيع في عملية الاستهلال، يعني حتى لو كان كل شهر، مو شرط فقط يعني ثبوت العيد أو ثبوت شهر رمضان، أن تصير هذه يعني حسنة وتتداول بين الناس ويصير فيها اهتمام، لأن الناس الحين حتى مستعدة تمشي على التقويم ولا تمشي على رأي العالم اللي هو مستند حق روايات أهل البيت عليهم السلام، وهذا وايد ضروري أن احنا يكون منهجنا منهج أهل البيت عليهم السلام ونمشي معهم في هذه القضية، يعني في قضية الهلال إن شاء الله. كلمتي الأولى والأخيرة للجميع، نقول احنا أولا نقطة مهمة جدا أن اختلاف أمتي رحمة، ومن جهة أخرى اللي يلتزم كلمة المرجع ماله والعالم ماله سواء كان سني أو شيعي أو زيدي أو أي مذهب ثاني أو بخري، أي مذهب يكون من المذاهب الإسلامية، يبقى أنه رجل متدين وتحت خيمة لا إله إلا الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. يبقى عندنا اللي هو الاختلاف، فكل واحد إذا التزم في العالم اللي هو يتبعه خلاص ماكو خلاف، وإنما التزام بمسألة شرعية كما هو الصوم والصلاة وحتى أعمال الحج، كذلك هي مسألة ثبوت الهلال موضوع إلى يعني للنهاية، إن احنا نبقى في إطار الأخوة الإسلامية. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية المجللة ودفاع الأسقام والعون على الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن. اللهم سلمنا لشهر رمضان وتسلموا منا وسلمنا فيه حتى ينقضي عنا شهر رمضان وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا. هذه خطوة عظيمة في طريق طويل، الإنجاز أولا والوصول إلى مستوى التحدي ثانيا والتفوق